IHMS. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركزيت كدره مزيد ودتخو أي إتش إم إس تغيتاج زكاة الفطر شرتبي يشحن زعل البرنامج اللي حدنا ليقوم هدوك معنا محل إلى برنامج زين آخر ومكال أحتقو إن يواح تحشكوتا قدر بيمنا في رقونا إسلام دين حمستي أساسات حلا هيج حمستي أساسات ما بين بيم زكاة أحد أساسين ده زكاة بجيح فصلیات چند برامم یی برنامه زینبه نشیح نازانا زکات الفطر شرط بین دا زکات الفطر رمضان و حریصمان مت کمل به مت لحده بیم فردی زخانا عینم درکی زخانا زی زکه عینان دا زکات الفطر مستا کم مسلم نفسی لعیبم درکیم زخانسا کم گار آوم رحزو دبلما ازو تحبه زالو گار حوازای سوله مستا میتیک بحال زكاة الفطر إيد صلاة بيكت تركي موتا زالبانتهم زيت لايو حديثات سند كتبهم ميقربالو يبهم يهي برنامج زينبه زكاة الفطر مان لايبه تركي يخونال زكاة الفطر ميسان دي ستا زال زكاة الفطر له يسات زالو زي إخي عيناتوخ من عيناتين تيو زكاة الفطر مستاخ مان له يميجال يلزالو سؤالات اي اتش ام صباح قال احتزاشو استاذ محمد رمضان يتخيط الزال كتبه زكاة حزيتا مبرار انتباه يقربلو نزال يخونال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وزدنا فهما. يو يحل قبلنا شازانا يقول زكاة الفطر بح يترى أشيبي إن شاء الله أحكام يسو وكذلك بيت انت ما اللي انت واجب قنازل هذا كسو بيت انت عيتك ايش انت قدرزو كذلك من بينتها جازل سوى اللي بيت انت زكاة الفطر بيت يتزوم يقل من بيت انت يجزلوه زكاة الفطر بح يتلاحظوا شيئا إن شاء الله حيجة اللي نجيبت أنا. إذا انتهى رمضان بي رمضان يتبور دمع ودخل عيد الفطر. عيد الفطر زبوء أسا بيت انت مسلم أجلا بواجب قنال بيت انت أن يخرجوا موجة بيت انت قدرا من القوت بجيح بيت انت وسو والدي قوت نتلي تنافع أزال الحنقور نتلي بيت انت تنافع أزال الحنقور أجو ادخار مشي تفرق سال بيت انت قوت الزوم وجا واجب يكون بحول بيت انت مثلا يخيينا روز تمر زبيب زلايو يينا حنقور أجو بيت انت حق يقول لي يزال أسو أجل لمست واجب يكون بحول يم زكاة الفطر يلوحل وينم دمو على يسمزوه زكاة البدن يلوحل بيت انت زكاة الفطر زايبو سبب أحد سبب زو زكاة سو يجب بازل باهين تأو زكاة سو موجة لواجب يقوم بازل عيد وقت به حياة بيزي ترخب سابايهن تأبه عيد وقت يوم تغانيا يعني عيد أورتوا عيد مالتو زو يباهين تأبه حياة بحل قرى أحد سبب زو ينتامان تأ زكاة الفطر زايبو باهين تأ ألا يدمو زكاة البدن يلوحل يعني كامل يأجي هذا الباهين تأ من اللي انت أحد سو باهين تأ عبادة صومن به زاشي وعبادة بيهن دا جتلا يا خطا شنو ريبر فركار إن زو بزاشيو خطا وكذلك وزن زو بيهيك أما يسو بيهش هذا الخطا اللي كفارة يقول لازال لبيهن دا بيهن دا أزو لبيتي زكاة البدن بايو بيهن دا الذي زكاة من العل زكاة البدن و زكاة الفطر بيهن دا كوت يجي سبب بيهن دا يو بيهن دا ما يو متعلقة بذات الإنسان وسول دي ذات صباح سلعلا دوين محل صباح من دوين أزول بيتي من تبالا لم تجب عليه زكاة المال. زكاة المال دمو ألا ينديو أما تبي أما تبي يستوزال المسلمين زكاة المال يلوزال محل بيت انت زكاة الفطر بيت انت مسلم زو يحيج البيت انت كم عدد أفراد أسرته تحيزو بذلك ما أزو نفقة موجة
ازياج لي بايدين تنا فك ازيو انا فك ازيو مصروف زيو بايدين تتحيزو بدلش مثلا مشتي زو والدايسو هي شيء نجمة على يوم بايدين تا زو بي نفق ازيو ازياج ست نفق ازيو واجب يقوم بيزال جارزو ذات بايدين تا فاميلاي سوم لزيو يحيجي ما ازياج كل زيلين بايدين تا صاع من الطعام احد صاع احد سلي احد صاع انت يجوزل صاع بايت يتكس يكون الكيلوغرام بيزالهم يدي بازن هنا البايت انت. ولو كان ولدي زال مثلا طفلا رضيعا ولي خيط ابزال ولدي خان جرام بايت انت. وين ازوك صو بايت انت مريض خانما يا ابا بايت انت زكاة الفطر ناج لازانا زنتي وابا خانما زوخ صومون وزل صومون خان جرام بايت انت. لدي صومون زبوا انت عيد الفطر زبوا سبايت انت من واجب يكون بها البناء صاع صاع بيتي حرت مد انت حرت مد بيتي دمه احد مد بيتي ما بين زي توصو اجزو من المنام قدير زلتا اكو دوكسو من المنام ويزلتا معتدل يعني ابزح حصولات اجزو بيتي ما بين زيتا كوت اجزو بيتي ملو زو احد مد لحنا الزو بيتي انت حرت قرا بيتي انت يي من العل بيتي انت احد صاع انت احد صاع بيتي حرت حبه امداد يكون البين اربعه امداد يوبا يجي خزل ب ميمو خشنا قرا احد صاع بيتي حارت مدين تبانا احد مدي دمو احد رطل وثلث يعني رطل بيتي اول وقت بياخذ كيلو جرام وجرام لازم كنت اول يميز نبوزين رش انت مد احد مد دمو رطل وثلث انت يلي بيتي حجر ب رطل وثلث جرام كفون جناوت نيوسا احد مد بيتي حمست بكلا واستر جرام هنا حمست بكلا استر جرام هنا ازو به اللي خا احد صاع بيتي حرت مدين تبانا يلي بيتي حمست بكلا واسرو حرت بي نتباح زحنا بيتي حمست بكلا اسر جرامو حرت بي زت بازحني وسا مستي خنال كوت نقطة 40 ويم دمو كوت الفاوا 40 جرام يو كيلو جرام كون زنات نيوسا كوت كيلو و 40 جرام انت يكون زال بيتي انت لكن افضل ذو يعني يدبلي باما قوت واسات تياشي بجرام شيش تياشي مان بايشن تا يكين موشلي شيش تي كيلو جرام خانم مثلا ستا جرام فضل يكون البايشن تا هايا زكاة الفطر بايتي من بايشن تا معنا زوا ازوك صو بايشن تا قوت شياش بين تواجب يكون هذا البانا يعني يدلنا على خش شروط ايسوني هجانا احد اببي زكاة الفطر بايتي تا واجب يقوم باكوتا شروط ايش مكمال الزالبا بايشن تا من يا شيخ ترى خبو كرنتا ببي واجب يقوم بهذا البيت انت حتى لا تجب زكاة الفطر الا باجتماع اربعة شروط بايو حرت شرط يا جو ذات مالا اسان تاب بيت انت زكاة الفطر يا ببي واجب خان بلا زانا بيت انت وين ميور هو وسب بيت انت طيب حتى الاسلام اسلام مقنع على بيت انت فلا تجب على كافر اصلي كافر سابي واجب يقوم باميل بيت انت يوم كذا كتا كفر زوبيكاتي كافر تتا علي دلاغة شيء من الصلاة لي صوم لي عبادة تمام بين بايتين قطات من زيادة عقاب ينبر بيزالته يعني فقهاء يجي كلا بايتين خيل بيتي أبا الإسلام الخانة قرر زكاة الفطر واجب يقوم باميل بايتين كوتاين حرية انت حر مخنزو بايتين عبد خانة قرر يا وخا وقت بي عبد ينبر لي فركمي ما أصلا حل كرم بايتين تولاي من تواجبهم بدل وسيد زحل ازو سيد زو لاي بنت بايتين دقافة زو بي سيد زو انتاج لازال بايتين يلي بايتين كوتاين شرط زو من مخنا حلو بايتين ده حر مخنا حلبا بايتين ده ازو كسو شيشتاين دمو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان أبا بايتين تا يي كوت وقت هاش بي هو زكاة الفطر واجب يكون بازل كوت وقت هاش بي حياة من برتي حلبا يي كوت وقت هاش بي ما ترخب حلبا بايتين ده اسو من وامين تايو رمضان بيم زي وسنة وقت بايتين ده رمضان وعيد الفطر ايام وبايتين مثلا اورتزو مدغاني حلبه بايتين بايتي كوس وقت بي شوال بيوا ازوك سو بايتين رمضان استو بي حياتي من برتي حلبه كوس وقت يوم واجب يقوم باكوت بايتين اي مسلم زو بايتين قد ادرك وقتا من رمضان ولو لحظه احد اللحظه ما نقرا حمشتي ساكن دي ولو حمش دقيقه او اي دقيقه من بايتين ادغاني نقرا وكذلك عيد بيم ازوك سو بايتين تا شوال مثلا جيش عيد زي اورتي زون ولي فركال ازو ادغاني جرام بايتين يش كوت وقتها شو حدي حياتي في مترقب حلو بايتين تا يعني يي كوت وقتها شو حدي بايتين تا حياتي بزينارة ببلاي من يخونو ميل زكاة الفطر واجب يخونو ميل بايتين يش اشتاين تا مثال مثلا لنسيما يو بيان موشن الجفران ولد طفل مثلا احد ولدي تولده في اخر دقيقة من رمضان
أي قبل غروب الشمس بأيام. يعني رمضان متبرد أيام إير ما بو أزو بيقد لي كود دقيقة زيقالي وساتها ولا ده حدث أزو بيه اللي إير بوتي أزو بيه اللي من خانة إيدور تبوا بأيام. أخا هو ولدي من أتغاني بأيام رمضان بي كود دقيقة أتغاني أزو بيه اللي دمو إير زبوتي بيه اللي من بوا عيد الفطر بأيام عيد أورتي زبوا بأيام. أخا هو كوت وقت يوم أتغاني يجي ولدي بأيام هو ولدي لأخا من موش خنال موجة واجب يكون هل بايشين ده. نعم هاي كوتاي مثال ده مو بايشين ده يبين اش لزال مين ده احد ولدي مثلا عيد حوجي مثلا متفورد ايام ده بانك رمضان لي الزو ايام اير رمضان متفورد ايام زو بايشين ده نصومنا ده متفورد ايام اش اير اش بوتي بحلي تولده اير اش بوتي بحلي تولده جرى بايشين ده مثلا مغرب بحلي بايشين ده هو ولدي بيخب بايشين ده قارايسو هو ولدي لي زكاة الفطر موجة واجب يقوم بها من البيت. من ليه؟ لأنه لم يدرك وقتا من رمضان. رمضان ذات وقت وين رمضان به هو ولدي حياة بأن نار يعني ألت ولدا من نار بيت. ما أحد وقتي تتقاني بيت هو. الزول بيتي وكذلك علي مثال مثلا أحد بيت صوما وصومنا صومنا صومنا ما متبورد أيام صوما بيت مثلا آخر كفوين ليت يعني موتها بيت. يعني عيد اورتي ما بو ازو بيقدلي متبرد ايام رمضان مغرب ما بو ازو بيقدلي موتا هو ابخا بايهنتا قاري سو بايهنتا من واشو بايشلو من زكاة الفطر يعني واجب يقوم بامل بايهنتا لانه لم يدرك وقتا من شوال عيد بايهنتا وقتي زلت غاني لي بايتي بايهنتا يلي بايتي حاجيس بيارغا بقاها حتى شرط الواجب يقوم باكوت اسلام نتن تبانا كوتاين حريا تبانا شيشتاين دمو كوت وقتي ومدغاني بانا رمضان بيم حياتي من برتي أبا عيد زبو أسام بايهندا شوال ميغا الأيام بيم بايهندا حياتي من برتي حلبا بايهندا يقوت وقتها شو حد بي إدراك شاقير انت واجب يكون بازل واجب يكون بازل انت زاني حارتين شرط بايهندا واجب يكون باكوتا أن يكون المسلم غنيا غني مخنا حلبا مسلم زو بايهندا يعني دي بي غني زانا ساعة علي فقه زكاة علي زكاة المال مثلا يتلايا دي بي غني بايهندا يعني ضابط الغنى أن يملك الشخص ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. يعني حدث بايتينتا الزوا والدايسو مشتو يعني نفقة واجب يقوم بيزال أسواتش. التزوليوا دارايسو لبايتينتا يولا زال ويسجد البايتينتا ضروري استيشيات. قوت سو بايتينتا الزوليوا غارايسو ليوك أزال بزيادة على جرا. مجلت لي عيد أورتيوا عيد مال تزولي بايتينتا. أحد مثلا عيد أورتيوا عيد مال تولي الزوليم غارايسو ليم كل زوليم بايتينتا يوك أزال حلا يوك ازال بي زياده حلا غير زياده بي مش حل باين مو واجب يكون بحل باين يلي بايتي دي بي من تغني انت ابا انا سامي انت تغش بدل باين عيد اورتيوا عيد مالتوزو يوك ازال الزولي وغار سولي نفقه بزياده حلا غير هو بي منكم بحل باين انت واجب يقوم بحال باين انت يكو حرس ازو باين انت كو حرس ازولي الزولي غار سولي كل جولي نفقه يوك ازال حلا ازو بزياده حلا بوينك يلي بيت دي بينت ان الضابط ما بين تواجب خونا لي غني بيت من تمانا ليس بلوغ النصاب مثلا زكاه ذات منحه النصاب من لحليك زكاه المال بيت انت تسراو منها من جرام ايكا الزوك سو بيت انت يبي بيت انت زحتين بقلاوه مثلا متحمس بقلاوه حتى انا حمستي جرام خان 100 من بيت اي زكاه المال محلك انت لكن الدي بي زكاه الفطر سو بيت انت روح زولي قاراش زولي عيد يا ملي بيت انت ادخش هذا النفق بزيادة على غير الزوبي موجة واجب يقوم بحال بيت انت. نعم الزوبي اللي علي سؤال دي انا اي واجب يقوم بدل شيء مش انت واجب يقوم بدل شروط عشان السنة به اللي من بين انت يا جازل زكاة الفطر يا جازل شيء من انت يلزل شيء كفوين دي انا بيت انت حتى من القوت وصول اللي بيت انت بازو بهجر بازو بيت انت بجي حنقر مثل يتنافق وزالو الزو انت بيت انت يا جازل مثلا حد باد بي اخي يقول لي فركال بزين مثلا اخات بجين تافانا وكذلك باي هند حد باد بي روز يقول لي فركال بجي حجره يولو زال باي هند سعد باد بي دمو علي باكيلا علي شي باي هند بزلا يشاش يقول لي فركال باي هند يجاش حنغوراش باي هند سو ولدي اساسي حنغورنا تتافو يزالچو ترتيب حلايو ازي اي ترتيب زي باز جو هيج باي هند باد بيو بجي هند تافا زانا يي من دلقو أخت إذا دلقو بوزال انت يعزو يخيو مستع أفضل يكون البيت انت
طيب هي شخص يقول لي شيء مثلا باي انت تمر حل زبيب حل مثلا مسير الوضع الحل وكذلك باي انت اي قبس لازانه حين طاخه مثلا اي وخاتز القبوزه ليش يا شخ حلو باي انت ليش ترتيب حلوي او زقح بي وقتي نسال يا شو يا ناس حنا بنقرا يا ناس حنا بنقرا يلي بايتي لكن من اشي البيت انت ياش بي محلي ما زقش يوم انت ويا جزل بادزو يحيج البيت انت كل دوم زلبا بادزو يحيج ما ازو باد بي بجيح حنقول نتلي قوت نتلي تنافو وزالو يا جال بيت انت ازوك سو بيت انت خلنا سامي بان نرى واجب يكون هذا المشي انت بان واجب يكون بازل يكوت وقتها شو زاد قاني ابا انت بان احري مشي موج يفرك الابا موج يفرك هذا المشي انت كوت سبباش بحد زوج ترخى بسها بيتي ابا رمضان احد بميقل اخا من خانه محل بيتنا رمضان بحياه بحال بيتي انت يجي بيتي رمضان احد يكون يوا مثلا هي وقت جواز انت موج يفرك على زوج هذا بيتي انت لكن واجب يكون بدل المشي انت بان كوت وقتها شو حد يترخى بسها يعني عيد سام حياه بزال سام تبيت لاي واجب جخ مو يخون بازل انت وقت جواز مو شيء فرق بازل لو ماشي انت زي بالسه قوت سبب زوبي حد يترقى بشه يعني حد شيء احد ابا بيواجب يخون باكوتا قوت سبب اش حلا اقرا احد سبب زوج يترقى بشه الزوشيو موجه الزوشي مو شيء فرق قال باي انت اخي ديبي قوت سبب انت زاني والنار رمضان بحياتي من برتوا شوال بباي انت عيد ليل زو وانما ايام زو حياتي من برتوا النار يي لبيتي رمضان يبو ايوا موجه يفرك على بيت انت لكن افضل زو عيد ايام عيد مليت زو بيقد لبيت انت ازو ساعة مستزو ما جال بيت انت وقت افضل وقت زو انت بيت انت ازو عيد بحل موجودو مكروه يكون البيت انت عيد ايام بموجودو دمو عيد ايام ملزو زلاجة بحلف موجودو دمو من يكون البيت انت حرام يكون بحال بيت انت وذي لا قرا ازو بحل قضايا شال ازو بحل موجا ديرك اينا بري بحال بيت انت يلي جيت لاي وقت اشحال بيت انت وقت جواز موج يتفرق بهذا الوقت حل وقت دمو افضل اذا وقت حاله زوم انت عيد صلاه مسجد زو بيكد لينتا ازو بهل اللي دمو بايت انت جواز مع الكراهه يتفرق بدل مكروه يكون بدل وقتي انبر ازو بهل دمو عيد ايام بموج ازو دمو من يكون بحال بايت انت حرام يكون بحال بايت انت لكن موج ازو سام درك يكون بحال بايت انت ويكره دفعها بعد صلاه العيد عيد صلاه بهل اللي زي خمس تيك قلنا حرات شي انت زي كي قلني وايت انت حتى رمضان يبو ايوا ابا زكاه الفطر زو موجه يفركل كوتين دمو افضل زو يطون زو باي انت سنه زو اي انت عيد صلاه بيقد لي موجه زو انت باي انت مكروه يكون هذا دمو انت بعد صلاه العيد عيد صلاه استقدم استجيب لي اجي غير دمو مكروه يكون الباي انت وكذلك باي انت في يوم العيد اير بوا بي عيد ايام ذات باي انت اير بوا ما باي انت وتا غير عيد ايام ولم يدفعها زلا جو باي انت اثم للحين بري بحال تاخير موجه زو ووجب القضاء قضاء موجان باي انت جيشتاين عيد زو باي انت موجة ينبري بحال بايش انت اوسا قضاء كتبي تحسب البايش يعني صلاة وابا زمالات يوم ممكن انت اعزو به لقضاء ايش هذا الكتب وقتزو ين بايش انت عيدة يام وتاقرة من يخون البايش انت ابا لايبي قضاء يخون باما دي لحي بحيا جاء البايش انت اعزو به لخا علي سؤال انت يدي جازل بجي حسو يتحبر هذا المحلك بي موجة تفركينا ليل جال انت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدي جيو من انت اخذ زيك اللي حنقوراش بنت بايش بازو حنقور ويحيجي ما ازو مستان تبايش انت ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يلي بيت شي اشتي مذاهب اجو زين سو بيت انت انت حتى امام الشافعي مذهب زين بيت انت امام الشافعي بيت انت حنقور زو بلاي مو شيخ من احد وكذلك امام مالك دبن بيت انت امام مالك بن انس رضي الله عنه امام الشافعي دبن رضي الله عنه بنا الزوق صوب بيت انت منو بلاي مو شيخ من يي بيت انت حنقور زو غالب قوت البلد بلاي مو شيخ من شيشتاين دمو بيت انت امام احمد دبي بايتنا احمد بن حنبل رضي الله عنه بايتنا ازو دبيم ازوك سو بايتنا يقوت بلاي موجه يخنو بل امام ابي حنيفه دبي دمو بايتنا ازوك سو صاحبا امام ابي حنيفه من بايو كوت سلم افضل زو حنقور بازات موجه انت بايو زيش يلي بايتي حرس يوم بايتنا افضل زو مين تبانك الحرك مذاهباتهم زيد كحالو وانت بايتنا مين موجه انت هي دبي شيش تزو دبي يخنو يلزو اصلا بايتنا مين يخنو ميل محلك زو مست بايتنا حنقول زوج تبعيتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل دي جري بيتي إمام أبي حنيفة دبي دمو يتفرك هل موجة محلك بيتين تا قيمة زو مست تبعيتين تا خزي قال لي وشيش كيلو جرام بلو مثلا قوت واربين انت بانا ضابط ولكن زوج زيادة دبلي ما احتياط تبعيتي شيش كيلو جرام 20 جرام تابي لما بانا نارا الزيادة دبي دمو من بانا نارا أفضل زبايو الأفضل أنه
يعطيه ماذا؟ خروجا من الخلاف. يشيشت ماذا هي بيتبح يعني خلاف بموت اللي بيتي من مجال بيو من تا حنقرزو مستي مجال بيو بيتي يلي بيتي حرث ماذا هي بيشوم اتفاق ده شو انت بيتي يعني أبا بيتي انت يشي موش الفرق قرا إما بحنيفة وتقليد ياشما إما بحنيفة وبيتي انت تقليد ياشما أزو أزيزت مذهب ببيتي انت قيمة ومستاني فكر لكن الزايد من خلاف الأفضل انت أفضل يطون زولي يعني عكس انت بيتي انت يطون زالو من تعزيت بيزو بيتي انت يلي بيتي لكن قيمة بيزايد بستة ساعة الزياي سات مذهب ذات بيتي انت زكاة الفطر ذات شروطاي سو من زو محيج حل بيتي انت خزي قليو انت يعني صاع زاني وخاء نايد بي صاع مثل انت بانا أحد سلي أحد صاع انت بانا صاع دمو حرت مدي انت بانا يعني أحد مدي دمو حمست بكلاوة من تا أستر جرام انت بانا الزبهي اللي زو حرت فيها بزحني وانت قوت نقطة حرت كيلوغرام بين النار الزيادة بيدمو صاع أي تكيس انتو متحي برما أزو موك أما بايت انت أزو كيسي يخبز الكيمة زو محي جمان مش حلبة مستا ينبري بحال بايت انت يلي بايتي يو حجير بي زكاة الفطر وين مدمو زكاة البدن بانا يو مسلال يعني خا زهجني وحجير بي متعال اللي خش نقرأ حتى حكم زو حجنا حكم زو واجب انت بايت انت كوتاين دمو شروطاي سو حجنا احد ابا بواجب يقوم باكوتا من شرط اي شرط ما لا سانتا واجب يقوم بازل حتى الاسلام مقنع البابانا كوتين حر مقنع البابانا شيشتين دمو باهنتا كوت سو وقت يوم مدغاني حلبانا جزء من رمضان وجزء من شوال مدغاني حلبانا غني مقنع البابانا غني بيت من تبانا الزوليوا قال اي سوانا فقط واجب يقوم بيزال وسو اتش بي زياده عيد ياما عيد اورتي زولي يوك ازل بزياده حلقرا زو موجب واجب يقوم بحلبانا النار مقدار زوايدك اسم تقدر زوبانا صاع انت بانا بعد بي بجيح يولو ذا الحنقور وحجمة الزو بي صاع يجل بانا صاع زو دمو أخذ المميزة تكفوين زتنا وزينا وطني وشا مست انت بانا زو كوز نقطة حارت في خونا البايو لكن دي بايا ناشما إلا وشيشتي كيلوغرام عشنا ما مستنا قرا يطون زال يخونا البايت انت يعني حجير بي زكاة الفطر ذات أحكامات و الزو بحيت العزال وشيش يو مثل البايت انت والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركوزيت قدرخو أي إتش إم إس تتأنا باجي موزولي زي لحدنا ليكم ما دوك زانيو برنامج زينو يبيزوخ نقول بانا زيت أنا بخونا ما زيت قطعة الخونا لي على مجن كلانا على إيسا يتليم دي يتفرح يزيتيو برنامج جاي سينا بحمسا نديجي كيسي مش عاوز الخبوة الطيبة خيره نجزم لخونا IHMS.